والسلام عليكم، ورجعنا لكم يا حبايب فيديو جديد وحلقه جديده النهارده في القناه. قبل ما نخش في اي تفاصيل يا حبايبي في الفيديو، زي ما انتم متعودين، اول حاجه تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، وتاني حاجه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فيديو النهارده يا حبايبي هنلعب لعبه محاكي الشاحنات الاوروبيه، هنلعب مود خريطه طرق خطره وطرق جامده، ان شاء الله نعملها سلسله ونختم الخريطه زي ما انتم شايفين. بصوا يعني الخريطه كبيره، بسم الله ما شاء الله خريطه كبيره، ما يعني الكيلو في الخريطه بيقعد ممكن ربع ساعه نمشي في الخريطه كيلو بس، فالخريطه كبيره. ان شاء الله لو عجبتكم السلسله دي هنكمل في الخريطه ونختم. والشاحنه اللي معانا النهارده هي مرسيدس الافطس، اتوقع اسمها كده، مرسيدس قديمه بس بصراحه مود رهيب زي ما انتم شايفين. في هنا دخان طالع من العادم، هي الشاحنه من الداخل. في هنا كنز وعلبه سجاير، في هنا الراديو، وفي سرير ورا صغير، وفي هنا بانوراما. المرايه دي واقفه ما بتشتغلش زي ما انتم شايفين، هتشوفوها دلوقتي على الطريق واقفه ما بتشتغلش، هنا ما فيهاش اصوات اصلا، بس بصراحه المود فيه تفاصيل حلوه عشان كده جبته. المهم زي ما انتم شايفين احنا واخدين حموله اهي، زي ما انتم شايفين هنروح ناخدها وننطلق ان شاء الله، نقدر نختم الخريطه ديت في بالظبط 10 11 حلقه يعني. زي ما انتم شايفين المرايه مش شغاله بس عادي مش مهم، اهو الشاحنه بطيئه بصراحة. الكاميرا دي حلوة جدا، كمان شايفين الشاحنة تحت اهي. النبي اصطروا وانتوا بتتفرجوا كده، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان عايز اوصل 1000 مشترك قريب باذن الله. المهم انا مش عارف هي هتطلع المطلع الصغير ده ولا لا، نوعا ما بطيء. الحمولة اللي احنا واخدينها زي ما انتم شايفين حفار بتاع مباني، حفار يعني. الحمولة 21 طن ترانسبورت، زي ما انتم شايفين حمولة معدات ثقيلة يعني. ماشي، والله شكلنا مش هنكمل الطريق. الغيار السابع، هنخش شمال من هنا. بصراحة الكاميرا دي رهيبة، رجعنا غيار. طبعا الحمد لله قلت لكم هطلع الشاحنة والحمد لله طلعتها وغيرت لها الموتور. انا كنت مختار موتور ضعيف فما كانش راضية تطلع، مش كان راضية تمشي يعني على الحمولات الثقيلة وكده، فاهمين؟ فغيرت الموتور وركبت لها موتور قوي والحمد لله يعني بدأت تشد. طبعا الخريطة فيها طرق خطرة كتير والله، فهتستمتعوا بيها جدا، فاضغط لايك واتفرج على المقطع للاخر وانت هتستمتع. طبعا زي ما شايفين شعار الفولفو، دي شركه تبع فولفو. نتجاوز بس. المهم احنا هنخش يمين من هنا قبل الاشاره، رجع غيار، نوسع طريقنا. ده في زحمه موت على الطريق للناحيه دي، الحمد لله احنا ماشيين على الطريق دوت. بدات تشد اهي، ندي الغيار 11. دي طبعا اخرها كام؟ اخرها 14 غيار. طبعا الخريطه دي انا شفت لها فيديو، الخريطه دي فيها طرق خطره خطره جدا، فهتشوفوها مع الحلقات يعني. اهم حاجه تدعموا السلسله عشان نكمل فيها وتشوفوا الطرق دي. الشاحنه اسطوريه اسطوريه الشاحنه، والدخان دوت عامل ايه؟ موت حلو بصراحه. في سفينه على اليمين، سفينه كبيره، احنا ماشيين وسط محيط. المفروض نخش من هنا، هنهدي في دوار، هناخد الدوار شمال، نرجع غيار، نرجع الغيار، الغيار التام، خدنا الدوار. مشكلة الخريطة فيها طرق ضيقة موت، فمع الشاحنة دي مش هتنفع، الشاحنة والماتورة دي مش هتنفع.
اطلع. طبعا هنروح هناخد الدوار على طول، مش هنخش ولا يمين ولا شمال. اجواء رهيبة، بص البحر اللي هناك. الطريق دي بفكرني بطرق ألمانيا، في الشارع ضيق جدا. طبعا هنمشي على طول ولا هنخش يمين ولا شمال. عايزين الباص ده يعدي. طبعا برضه هناخد الدوار ده على طول ولا هنخش ولا يمين ولا شمال. استنى صاحب الموتوسيكل، استنى حاسب صاحب الدراجة النارية كان هيخش فينا. عايز اتجوز الباص ده، عشان الباص دوت لو فضلنا وراه مش هنوصل جد والله. معلش هتلاقوني مش في المود قوي في تصوير الفيديو دوت، بس عشان والله ورايا امتحانات ومضغوط جدا. انا ما نمتش بقالي يومين، مضغوط جدا بسبب الامتحانات ومذاكره وكده. بس لازم اصور، ما ينفعش اقطع القطعه دي كلها، وكمان لسه هقطع اسبوعين امتحانات، قلت لازم اصور. فمعلش انا مرهق شويه، الفيديو ده مش هيكون يعني فيديو مش اللي هو في المود قوي، بس معلش. نجهز سلاسل جامده باذن الله في الاجازه الصيفيه، وفي جراند وفيفا وفي كل الالعاب باذن الله. بس نخلص بس امتحانات. ايه ده، في رسمه هنا بس انا ما اعرفش بتدل على ايه. اتوقع طور دوت. اللي يعرف الرسمه دي بتدل على ايه يكتب لي تحت في الكومنتات. بصراحه رسمه غريبه بصراحه. في هنا موقف شاحنات اهو على اليمين، وشركه ايكيا. هي المفروض ايكيا. طبعا يا حبايبي انا كنت عامل خطه كده بعد الامتحانات، اني هغير الاستوديو كامل، هغير زاويه التصوير، وهغير هخلي يعني ايه، هحسن جدا من زاويه التصوير لما نوصل 1000 مشترك. فانا كنت عامل خطه، قلت بعد امتحان ان شاء الله حبايبي مش هيأثروا معايا وهيخلوني 1000 مشترك، وهعمل الخطه اللي في دماغي. فمش عاوزكم تأثروا، فانزل دلوقتي اعمل سبسكرايب. طبعا الطريق طلع غلط، فالف وارجع. غلطت في الطريق، لفيت بسرعة ما عملتش أزمة في الطريق. المفروض نخش يمين من هنا، في حد جاي؟ مفيش حد جاي، فهنخش. طبعا البنزين تمام وكل حاجة تمام، فمش محتاجين بنزين. ندي الغيار 11. طبعا في موضوع صغير كده عايز اتكلم فيه، الموضوع ده مهم جدا، خلاني كرهت السوشيال ميديا كلها. الدراما اللي عادت بتحصل مع اليوتيوبرز، وكل واحد يطلع يتخانق مع حد ودراما، مش عارف ليه 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 كده، ليه ليه اللي انتوا بتعملوه، ليه 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 العرب عايزين يقلدوا الاجانب، وكمان ايه يقلدوهم في يعني قلدوا الاجانب يا ريتهم قلدوهم في حاجه حلوه. ده حاجه مش حلوه خالص، الموضوع الترندات اللي على الفاضي دي. كل يوم نصحى على ترند مشكله مع حد، ليه ليه كل يوم نصحى على ترند؟ بصراحه السوشيال ميديا ما كنتش طايقها بجد من اللي بيحصل، والله ما كنت طايقها من اللي بيحصل. ليه ليه كده، ليه ليه كميه المشاكل مع اليوتيوبرز دوت. وبصراحة كل اليوتيوبرز سافروا دبي محتواهم بقى صفر، نزل محتواهم، ما عادش فيه، ما عادش ليه قيمة بجد بجد والله. أنا بتكلم بجد يعني، بصراحة محتواهم عاد ضعيف، مش ضعيف مش ضعيف كمان، محتواهم ما عادش فيه محتوى منهم. كل اليوتيوبرز، مش هقول حد معين عشان ما حدش يزعل، كل اليوتيوبرز. بس نطلع من هنا. الشارع هنا ضيق جدا، بس الشارع هنا حلو جدا. في كافيه هنا وفي يخت اهو، الغير اللي بعده. فكل اللي تبقى حتى ابو فله، واحترامي وتقديري لابو فله، محتواه كان عاجبني جدا، بس بعد ما سافر دبي محتواه خلاص، ما عادش حد بيهتم باليوتيوب، ما عادش حد بيهتم بالمونتاج. اي فيديو بينزل وخلاص، ما عادش فيه. معلش بس هنفتح الشركه اللي هي على الشمال دي، نخش نفتحها بس على السريع. فليه اول نقطه، ليه ليه كل اللي سافر كل اللي اتشهر خلاص محتواه ما عادش والله بجد انا بالنسبه لي محتواه خلاص انتهى بجد والله ما بهزر، كله مفيش بدون استثناء.
من ده من رأيي انا، ده رأيي الشخصي، مش عارف رأيكم انتوا ايه، تتفقوا معايا ولا لا. دي شركة في المينا الشركة. المهم بس كنا داخلين، المهم فتحنا الشركة وهنطلع نكمل موضوعنا. فمش عارف الشهرة بتغير ولا الفلوس اللي بتغير، اكيد الفلوس والشهرة هي اللي بتغير. بصراحة محتوى العرب هم عايزين يقلدوا الاجانب، فاهمين؟ فقلدوا قلدوا الاجانب في محتوى، دي مش حلوة، دي مش حلوة. احنا كعرب لينا قيمتنا ولينا مكانتنا في المجتمع وفي العالم كله، واحنا كعرب ومسلمين بيعتبر معظم الناس، مش هقول كله، مسلمين كاسم فقط، ما عادش في دين. الدين يعني الدين بيمنعك من حاجة وانت بتعملها، يبقى انت كده مسلم كاسم بس، دينك مش بيمنعك، يبقى انت مش مهتم بدينك. استغفر الله العظيم، يعني انا مش قصدي اقول حاجة، بس طب ليه؟ ليه؟ نحترم لكل الاديان، ماشي. انا بتكلم في موضوع الترندات اللي هي ملهاش 60 لازمه، او ملهاش عايزه. ليه نطلع نتشاكل ونفتح بعضينا ومحتوى تافه وبيجيب فلوس؟ بشتغل وبيطلع عيني في الشغل، ما بجيبش يعني مرتبي في الشهر بيجيبه واحد بس في اليوم من المحتوى التافه. فمحتوى تافه وبيطلعوا منهم يعني بيطلعوا بفلوس، يعني مش عارف والله. انتوا شايفين شهر رمضان بتاع سنة 2023 عدى ازاي؟ شفتوا السرعة؟ ما عادش فيه بركة في الوقت، احنا في اخر الزمان والله. لازم تفوق. انا بصلي وبقطع في الصلاة، مش ملتزم في الصلاة قوي، بس على الاقل يعني صلي صلي. من مش هينفع اللي بيحصل، احنا خلاص هننتهي والله، الدنيا دي بتزول، احنا خلاص بقينا داخلين على الاخر. في حصاده هنا تحصد. فالمهم خلينا في موضوعنا، فاحنا خلاص الاخر، خلاص احنا دلوقتي الدنيا بتنتهي ولازم نعمل لاخرتنا، عشان اخرتنا قربت جدا 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 والله، خلاص ما عادش في حاجه. فلازم نعمل لاخرتنا. يا رب يا رب كلامي دوت يكون، لو على الاقل شخص واحد بس يفهمه. حاول تغير من نفسك للاحسن، اعمل ترند، بس اعمل ترند في حاجه حلوه، بس مش تعمل ترند تطلع في الدين وتفتي، وتعمل ترند وحجاب عادي ومش فريضه، ليه ليه تطلع تفتي في الدين؟ الترند مش في الدين والله. فمش مش هطلع اعمل ترند واضيع ديني، ليه؟ اعمل ترند في اي حاجه مفيده. خلاص المحتوى عاد تافه جدا، حتى اليوتيوب. انا اليوتيوب انا كنت بحب اليوتيوب ده جدا، وبحب كل محتوى، كل محتوى الجيمنج وكل محتوى الفلوجات بتاع اليوتيوبرز كلهم العرب، خلاص انتهى. عادش فيه الا ناس قليله جدا. سيد عنده، سيد صاحب شركات العاب العرب عنده كام، 18 مليون اتوقع، 18 مليون. انا مش متابعه من زمان، كنت متابعه من 2013 من بدايته ال 5000. بصراحه كنت بحبه جدا، وكان محتوى ناجح. محتوى نزل صفر، ما عادش فيه مشاهدات. يعني واحد عنده 18 مليون ما بيجيبش الا 150 175 مشاهده، ما بيجيبش لايكات. المهم يا اساطير، انا مش هتكلم في الموضوع ده تاني والله، بس يا رب الناس تعقل والعرب، بس احنا لينا قيمتنا في العالم كله، مش عايزين ننزل بقيمتنا عشان ترندات هطلة وحاجات هبلة حمراء. طبعا زي ما انتم شايفين الشارع بياخد سير واحد بس، مش عارف هياخد الشاحنة بتاعتنا ازاي الشارع ده والله. الحمد لله الإشارة فتحت، فهنطلع. في حد جاي؟ مش حد، مش عارف الشارع ده هياخدنا، هياخدنا. انا شارع حلو، بس الشارع ضيق ازاي؟ الشارع ضيق جدا، مش بقولكوا الخريطة فيها اماكن ضيقة اموت. هنخش من هنا في البنزيمة دي، نطلع من هنا. كان للأسف التريلا بطل، مكان ضيق بس هيعدي، هيعدي التريلا عدى الحمد لله. هنركن هنا اهو، نفك الغيار بتاعنا،
نشد الهاند بريك. اساطير كنا هنا في فيديو النهارده، يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، فلو عجبكم مش تنسوا اهم حاجه اللايك، وانزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل الجرس، نوصل 1000 مشترك قريبا باذن الله. وانتوا عارفين لما اوصل 1000 مشترك هعمل ايه، ولو ما عرفتش روح اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، انت تعرف لما اوصل 1000 مشترك هعمل ايه، هقدم حاجه هتعجبكم جدا. فيا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، فيديو النهارده خفيف كده، انا مش في المود معلش، فهتلاقي الفيديو يعني نوعا ما مش حلو، بس ضغط امتحانات ومذاكره وكده، فمعلش. بس يا رب يكون خريطه النهارده عجبتكم، ومود شحنه المرسيدس الافطس عجبتكم. فانزل دلوقتي اكتب لي تعليق حلو زيك كده سكر انت، وقول لي رايك في الحلقه كلها على بعضها كده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو قادم باذن الله بعد الامتحانات، بقى اقدم محتوى رهيب ويعجبكم. فنشوفكم في فيديو قادم يا اساطير، سلام يا حبايبي.